مؤتمر حكاية وطن، قال رئيس السيسي إن الدولة بحثت آليات تنفيذ مطلب العدالة الاجتماعية دون تحميل الاقتصاد المصري المزيد من الديون. الكلام اللي بنتكلم فيه كده، أنا ما قلت تحدي واحد، تحدي واحد. أنا كلمت على امبارح على مثال، قلت يا جماعة أنتوا عارفين مطلب العدالة الاجتماعية اللي اتطلب في 2011، المطلب ده اتعين تقريبا ما يقرب من 800-900 ألف. دكتورة هلا، مش كده؟ أو مليون، يعني خلونا نقول أرقام تقدروا تحفظوها. الحكومة مش محتاجاهم، الحكومة مش محتاجة المليون دول يخشوا ولا يتعينوا، ولكن كان مطلب عدالة اجتماعية. ثم كان مطلب عدالة اجتماعية زيادة المرتبات والحد الأدنى، مش كده برضو؟ كويس. طب بس قولوا لي لما نيجي نعمله يترتب عليه إيه؟ عشان لما حد من حضراتكم هو قاعد ما يقوليش إيه؟ أين العدالة الاجتماعية في الموضوع؟ لا لا لا، قول لي منين نحقق العدالة الاجتماعية الأول، وإلا بقى نحن بنطلب مطالب تؤدي إلى إسقاط الدولة ديت. شعاراتها جميلة وبراقة، لكن في الواقع الحقيقي غير قابلة للتحقيق والتنفيذ، وبالتالي تتخرب بلدنا ونبقى إحنا اللي بنهدها بإيدينا. زي ما يكون واحد والده ظروفه بسيطة ومحدودة ويقعد يقول له لا اديني ولا اديني، ويتصرف، روح استلف، روح اعمل، مش عايز يقف جنب ابوه ويتحمل ظروفه، يستعر منه ويتركه. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن العجز في الموازنة يحتاج إلى مشاركة جميع المصريين من أجل الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن. دولة زي مصر فيها 100 مليون لا يمكن يكون موازنتها تقل عن 18 تريليون جنيه. وبالمناسبة ده رقم، مش بنتكلم على دول غنية يعني ولا حاجة، مش بنتكلم على دولة زي ألمانيا أقدر أقول، ولا فرنسا زي ما ولا كوريا الجنوبية. بالمناسبة أنا بتكلم على دول عدد سكانها قد يكون ربعنا. إذا ده لو ما تحققش، أنت كمصري لازم تعرف حجم اقتصادك وحجم قدرته، حجم اقتصادك وحجم قدرته. لما تتكلم انك انت الموازنة بتاعتك كلها تريليون واربعة ولا تريليون ونص ولا حتى 2 تريليون جنيه، طب ويا ترى كلهم متوفرين ولا انت بتستلف منهم عشان تكمل؟ بتستلف عشان تكمل. وده اللي انا كلمتكم عليه امبارح، قلت لكم ان احنا نتيجة اجراء واحد، وانا ما كلمتكمش على اجراءات اخرى اتعملت في الدولة المصرية هنا. ما هو ما حدش يقول الأصل الموضوع هي علاقة متوازنة، احنا مش انا بس، انا وانتو، ما حدش يقول لي يعني الموضوع ده انت تحله، لا، الموضوع ده احنا نحله. قطاع الإسكان أحد القطاعات التي شهدت نموا كبيرا بعدما اتجهت الدولة المصرية إلى بناء المدن الجديدة لحل أزمة خطر العشوائيات ومواجهة الزيادة السكانية. وفي هذا الإطار أكد رئيس السيسي أن الدولة تتحرك سريعا لتوفير الوحدات السكانية لكل المصريين. الزيادة السكانية وخطر العشوائيات من أهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وإدراكا لهذا التحدي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة محو المشروعات القومية والبنية التحتية بمؤتمر حكاية وطن. أكد أن الدولة تحركت سريعا نحو بناء التجمعات السكانية باعتبارها أحد الحلول المثلى للقضاء على خطر العشوائيات واستيعاب الزيادة السكانية. احنا ليه اتحركنا بالطريقة ديت؟ وليه احنا عملنا هذا البرنامج الضخم في تطوير البنية الأساسية للدولة المصرية؟ مفيش دولة عايزة تبقى ليها برنامج اقتصادي طموح وتعمل مشروع وطني ضخم يحقق آمال للناس إلا ويكون عنده أو يكون عنده بنية أساسية متطورة. بدوره استعرض وزير الإسكان مصطفى مدبولي حجم الإنجاز على مستوى مشاريع الإسكان الاجتماعي من خلال مشروع المليون وحدة سكنية. احنا النهاردة ان شاء الله مع نهاية الاربع سنوات او على منتصف هذا العام هنبقى وصلنا باكتمال 600 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ده غير اكتر من 100 ألف في العشوائيات.
وحول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أن البعثات الأجنبية سجلت اندهاشها بمعدلات البناء التي تمت على أرض الواقع. بمعدل التنمية والتنفيذ دي مهمة مستحيلة. أنا بس بدي لحضراتكم الثقافة اللي احنا اشتغلنا فيها في هذه الفترة الأربع سنين، لأن يعني فعلا بدون مبالغة ولا أي تحيز، ما تم إنجازه في هذه الفترة هو معجزة بكل المقاييس. مشروعات الإسكان كانت أحد الملفات المهمة التي أولت لها الدولة اهتماما كبيرا، بما يتماشى مع زيادة السكانية والتحديات التي تفرضها. القضاء على ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير المسكن الملائم للمصريين، تم بناء 25,000 وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لقاطني المناطق العشوائية، كما تم تنفيذ 245,000 وحدة سكنية إسكان اجتماعي للمواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 355,000 وحدة بتكلفة 71 مليار جنيه. على الهواء مباشرة ينضم إلي رئيس تحرير صحيفة الشروق الأستاذ عماد الدين حسين. أستاذ عماد، أهلا بك معنا على شاشة أونلاين. بالتأكيد تابعت حكاية وطن منذ لحظات الأولى وحتى ختام فعاليات اليوم الثاني منه. ما أكبر المكاسب التي من الممكن أن نقول أننا خرجنا بها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعت بالفعل وكنت موجودا بالأمس داخل القاعة واستمعت إلى كلمة السيد الرئيس، وتابعت اليوم بكل ما قاله الرئيس وبعض الوزراء والمسؤولين. أظن لدينا يعني طبعا لدينا أرقام بلا حدود في كل المجالات تقريبا، لكن ربما يكون أكثر ما لفت نظري هو السعي إلى بناء وعي عام لدى المواطن المصري لكي يعرف حقيقة الوضع الذي نعيش فيه، سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، وبالتحديد على المستوى الاقتصادي. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان طوال الوقت دائم التنبيه إلى ضرورة أن يستوعب الرأي العام المصري حقيقة المشهد الذي نعيشه، ما تحتاجه البلاد للنهضة، المعوقات التي تقابلها، ما نملكه من إمكانيات. وبالتالي استمعنا إلى أكثر من مداخلة وأكثر من مرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يصر ويؤكد طوال الوقت على ضرورة فهم المصريين للسياق العام الذي مرت به مصر منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة، وطبيعة التحديات الصعبة والإمكانيات والموارد التي تحتاجها البلاد لكي تخرج من أزمتها وتنطلق إلى الأمام. طيب أستاذ عماد، يعني ما شاهدناه اليوم دأبنا دوما على رئيس عبد الفتاح السيسي وهو يصارح الشعب، يستعرض إنجازات الحكومة سواء في مؤتمرات الشباب المختلفة التي كانت على مدار الشهور الماضية أو في الافتتاحات الرسمية للمشروعات التنموية، ولكن يعني هذا الظرف وهذا التوقيت تحديدا ونحن على أعتاب البدء في انتخابات رئاسية جديدة، هل هذا يضيف بشكل أو بآخر أو يؤثر بشكل أو بآخر على ما خرجنا به حتى هذه اللحظة من مؤتمر حكاية وطن؟ بطبيعة الحال نعم، يعني هناك سياق مختلف، يعني هناك تكامل بطبيعة الحال بين ما كان يقوله الرئيس في مؤتمرات الشباب أو في افتتاحاته لبعض المشروعات وبين ما قاله اليوم. قد يتعامل البعض مع يعني أمس واليوم وما قيل فيها من مؤتمرات أنها يعني بداية الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن من ينظر إليها بعمق سيجد أنها سلسلة متصلة من الرؤية المحددة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي يعني نشر الوعي لدى المصريين بما يراه صحيحا في المستقبل، وضرورة حتى النهاردة لما كان البعض بيتكلم على المعونات وزيادة المرتبات وبدل البطالة، وكان الرئيس واضحا أن لابد من أن الناس تعود بالها من حقيقة الوضع اللي احنا عايشين فيه والتحديات اللي بتواجهنا. واكثر من مره شاهدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم عن انه لا يشغله اي شيء طالما ان هناك وعيا موحدا وان المصريين على قلب الرجل واحد. هذه فكره محوريه وجوهريه يعني يتحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي باكثر من طريقه في اكثر من خطاب، وبالتالي لم يكن هناك فارق كبير بين ما كان يقوله في المؤتمرات السابقه او مؤتمرات الشباب او الخطب او الافتتاحات لمشروعات كبرى وبين ما قاله بالامس واليوم.
جميعها تنتظم تحت فكرة رئيسية وجوهرية هي بناء إعادة بناء الوعي العام لدى المواطن المصري وتبصيره بالحقائق التي يعني المحيطة ليس فقط بالداخل المصري ولكن بالمحيط العربي والجوار الإقليمي والبعد الدولي بصفة عامة. هذا يقودني لدور الإعلام أستاذ عماد الدين حسين، يعني في رأيك تقييمك لوسائل الإعلام وهل نجحت بالفعل في زيادة الوعي، لن نقول التسويق للرئيس ولكن على الأقل إشعار المواطن بأنه الدولة المصرية بالفعل قادرة أو هي الآن على المسار الصحيح، خاصة أنه دوما رئيس عبد الفتاح السيسي يعول على دور الإعلام في رفع الوعي والانتماء لدى المواطنين المصريين؟ أنا أظن الإعلام لعب دور كبير بطبيعة الحال، لأنه الإعلام دوره يعني هو الإخبار ونقل المعلومات ونقل الأفكار ونقل التحليلات. الإعلام يعني أنا أظن يعني أنه لعب دور مهم، قدم الصورة كاملة، نقل الحقائق كما هي أو الأحداث، لكن بطبيعة الحال هناك أكثر من صورة الإعلام. الصورة الرئيسية هي الإخبار أو نقل المعلومات، لكن هناك أيضا صورة دور الخبراء اللي هم بيرصدوا يحللوا يشرحوا يفسروا. هذا الأمر ليس يعني الإعلام يسعى فيه دور، لكن هناك أيضا الحكومة. السؤال إذا كانت هناك إنجازات كثيرة فهل قامت الحكومة يعني ترويجها بالصورة المثلى؟ هذا السؤال أيضا يستحق أن نبحث فيه. وبالتالي الإعلام هو جزء من المجتمع، إذا كان المجتمع جيدا فالإعلام بطبيعة الحال جيد، لكن الإعلام مرة أخرى هو ناقل للحدث وليس خالق له. أستاذ عماد، ونحن اليوم نتابع كل ما يدور، يعني دولة تحارب الإرهاب تقع في قلب منطقة تموج بالمتغيرات ووسط منطقة ساخنة حقيقة تعج بالأزمات إلى حد كبير، دولة تحاك لها مؤامرات من الداخل والخارج، ورغم ذلك نجد هذه الرؤية ل 2030 دولة تبني نفسها، دولة تعيد تسليح جيشها مرة أخرى، دولة تحاول عبر مسؤوليها ومؤسساتها المختلفة بأن تجد لها المكان اللائق بها بين الدول والأمم. هل يدرك المواطن المصري ما يدور حوله ولا وعلى من تقع المسؤولية في أن يدرك المواطن المصري كل ذلك؟ المسؤولية بطبيعة الحال تقع على الحكومة. الحكومة يعني هي التي يفترض أنها تعرف الحقائق وتعرف الرؤى والأفكار، وهي دورها أن تقنع المواطن المصري بهذا الأمر. هناك وسائل إعلام قومية مملوكة للشعب يفترض، وهي الآن تحت إدارة المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة، وبالتالي هي تقوم يعني إذا كانت الحكومة تفعل أو تقول أنها حققت إنجازات ضخمة ثم لا تصل إلى هذه الإنجازات إلى المواطنين، فبالتالي هذا الأمر ليس عيب المواطن، هو عيب الأجهزة الحكومية أو أجهزة الإعلام بصفة عامة أنها لم تستطع أن تنقل هذا الأمر. المواطن هو متلقي، يعني ليس مطلوبا منه، يعني طبعا الافضل انه يذهب ويفهم ويعرف ويطلع، لكن دور الحكومه واعلامها ان تحاول نقل هذه الصوره بطريقه مبسطه الى المواطن، وبالتالي يفهم ويدرك ويتفاعل اكثر مع قضايا المجتمع. لكنني في كل الاحوال لا استطيع ان الوم المواطن واقول انه هو الكسول او هو الذي لم يسعى. اين دور الاعلام الحكومي عموما في نقل هذه الصوره بطريقه يفهمها المواطن البسيط والمتوسط والذكي أو النخبة العليا؟ طيب أستاذ عماد، شاهدنا اليوم في الجلستين نماذج من أسئلة التي تدور في ذهن المواطنين في الشارع، وبدأ البعض فيها يعني شديد الصراحة ولم يكن الأمر انتقائيا، خاصة في من يقول بأنه متى يشعر المواطن بمردود هذه المشروعات في التحسن في الأسعار. البعض بدأ وكأنه يعتب على الحكومة بأنها لا تلقي بالا أو اهتماما للزراعة والثروة الحيوانية والكثير كثير من الأسئلة. هل هذا يجعلنا نتوقع في مبادرة اسأل الرئيس الأسئلة التي سوف تطرح عليه، ولا هذا يعني أننا بصدد كسر الصورة الذهنية النمطية ما بين علاقة الدولة بالمسؤولين، عفوا المصريين بالمسؤولين المصريين؟ يعني ردا على سؤال حضرتك، أنا تابعت في يعني منذ بدء هذه المبادرة سواء في مؤتمر الشباب بإسكندرية أو المؤتمر الشباب الأخير في الإسماعيلية على ما أظن، كانت هذه الفقرة وهي فقرة اسأل الرئيس من أفضل الفقرات حيوية وسخونة، أنها طرحت أسئلة المواطنين
بكل صراحة بكل وضوح وأجابة، مجرد يعني كان تقديري في هذا الوقت أن مجرد طرح هذه الأسئلة يعني يعطي صورة جيدة، أما وأن الرئيس يجيب عليه فهذا تطور أفضل. الصيغة التي سنشهدها غدا أو يعني اليوم، نحن دخلنا أصبحنا في يوم الجمعة بالفعل في الخامسة والنصف من مساء غدا، أنا أظن هتبقى استمرار لهذا الأمر. هل نوعية الأسئلة التي يسألها المواطنون وهل هي أسئلة طبعا صحيحة أو لا؟ المواطن يسأل، دوره أن يسأل هل هذا السؤال صحيح أو لا. ربما مرة أخرى دور الحكومة أن يعني مستوى الوعي العام الموجود في هذا الوطن هو الذي يحدد نوعية الأسئلة، وبالتالي أنا لا أستطيع أن ألوم مواطن أنه سأل سؤالا وقد يكون خارج السياق، لأنه لو أن لدينا وعيا عاما يعني بتعمله لأجهزة الإعلام أو المجتمع المدني أو كل الأجهزة المختصة وضحت الصورة بالفعل أو بالضبط أو بالضبط للمواطن فأسئلته هتكون موضوعية، وبالتالي لا نلوم المواطن على أي نوع من الأسئلة التي يطرحها. شكرا لك، كنت معنا مباشرة رئيس تحرير صحيفة الشروق الأستاذ عماد الدين حسين.